الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. القاضي محمد ابن علي الضمدي أبو عمر رحمه الله الضمدي المتوفى في القرن العاشر يعني عام تقريبا 999 من هجرة 990 من الهجرة قال هذه الأبيات في استغاثة لما طلب منه الأمير أن يدعو الله سبحانه وتعالى في الاستسقاء، فقال في خطبته هذه الأبيات التي فيها استغاثة بالله سبحانه وتعالى، قال: إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل، وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد وفي حياضي نداه النهل والعلل، إلى أن قال رحمه الله: فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء فهو الغياث لمن ضاقت به السبل، وإن أصابك عسر فانتظر فرجا، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. اللهم أغث بلادنا بالأمطار وارفع هذا البلاء وهذا الوباء عن بلادنا السعودية وجميع بلدان المسلمين والعالمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.